الخير عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار غادي نقدم لكم فيديو، غادي نهضر لكم على هذه النبته ديال الرجله اللي هي من الباقوليات. غادي نهضر لكم على المنافع ديالها وعلى الطريقه كيفاش كنطيبها انا. خليكم معايا وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. اول حاجه نبدا بها نوريكم الشكل ديالها. هذا هو الشكل ديالها بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش. وهادو هما هذه هي، هادو الورق ديالها، وهادو الجذور ديالها. الجذور ديالها تيكونوا شويه موف بحال هكا، نوريكم مزيان بحال هكا. كتكون موجوده في الجراد، هي كتكون ما بين الزرع، هي كتكبر هي بوحديتها. وهاد الرجله هادي اللي بغيت نقول لكم فيها بزاف ديال الفوائد اللي مزيانه للجسم. فيها هي غنيه بالفيتامينات وغنيه بالبروتينات وغنيه بالمعادن. الفيتامينات اللي فيها هي كتحتوي على كميه مهمه من الفيتامين سي، والفيتامين سي كيف ما كتعرفوا مهم بزاف للذات، وتحمي الجسم من الامراض وتقوي المناعه ديال الجسم. بالاضافه الى فيتامين سي هي فيها فيتامين ا. فيتامين ا اللي معروف مزيان للعينين ومزيان كذلك للبشره. وبالاضافه لهاد الفيتامينات فيها كذلك اوميغا 3. هي غنيه بالاوميغا 3 بحيث ان 100 غرام ديال هاد الرجله فيها 350 ميلي غرام ديال الاوميغا 3. الأوميغا 3 معروفة بأنها كتحمي من أمراض الشرايين والقلب، وكتخفض نسبة الكوليسترول في الدم. دونك هاد الرجلة كتساعد على الوقاية من أمراض الشرايين والقلب، وكتخفض نسبة الكوليسترول في الدم. وهي مزيانة كذلك حتى بالنسبة للناس ديال اللي عندهم السكري من النوع الثاني، فهي كتخفض مستوى السكري في الدم. بالإضافة للفيتامينات فهي غنية بالمعادن، فيها البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. وهاد المعادن راكم معروفة الأهمية ديالهم بالنسبة للجسم. الكالسيوم راه معروف باللي مزيان العظام، مزيان الوقاية من أمراض العظام والروماتيزم، ومزيانة بزاف حتى بالنسبة للدراري الصغار. هي مزيانة كتساعد على النمو ديالهم. والبوتاسيوم حتى هو راه مزيان للذات، والمغنيسيوم حتى هو راه معروف مزيان للذات. شنو اخر غادي نقول لكم على هاد الرجله؟ انا بعدا هادي هاد الرجله كتحمقني بزاف كنحمق عليها، وديما كنوصي عليها وكنقلب عليها. في ما نلقاها كنشريها، ولا ما لقيتهاش كنوصي عليها، لانها فريمون مزيانه بزاف. ومن غير هاد الفوائد ديالها اللي ذكرت، فهي مزيانه كذلك حتى البشره، مزيانه للتجاعيد. يعني تشدها وتعصر هذاك الماء ديالها، داك الماء ديالها الا درتي على شي جرحه ولا شي حاجه، هو تزول السيكاتريس وكيبري الجرحه دغيا وكتصلح. وهذاك الماء ديالها حتى هو الا عصرتيه ودرتيه بالنسبه للناس اللي عندهم ليزكزيما واللي عندهم الامراض الجلديه، فهي مزيانه. وكذلك كتزول حتى الصبغيات والتصبغات اللي موجوده في البشره. يعني كدار بحال ماسك، هذاك كيتعصر وداك الماء ديالها كيدار بحال ماسك. فهي مزيان كتوحد لون البشره وكتزول داك الندوب وداك لي سيكاتريس. شنو اخر غادي نقول لكم عليها؟ هي فيها واحد مضادات الاكسده حتى هي. هذيك مضادات الاكسده اللي مزيانه، مضادات الاكسده حتى هي كتحمي وكتوقي من سرطانات الله يحفظ.
ومنظفة الأمعاء، ومنظفة هي مزيانة للناس اللي عندهم مشاكل في الأمعاء نظرا للتوفر ديالها على الألياف، بزاف غنية بالألياف، فهي مزيانة بزاف للهضم ومزيانة بزاف للمصارن وكتنقي المصارن. شنو غادي نقول لكم آخر؟ تنظن بأنني قلت كل شيء، ودابا غادي خليكم معايا غادي نوريكم انا كيفاش كان طيبها وكيفاش كان ديرها. ودابا بسم الله على بركة الله غادي نبدا غادي نوريكم كيفاش كان ندير لهاد الرجلة. اول حاجة شديتها درتها في بسينة وطلقت عليها الماء وغسلتها مزيان، ومن بعد درت عليها الماء ودرت عليها الخل. انا الخضره ولا كل شيء كندير له الخل باش كنعقمه. خليتها واحد شويه في داك الماء والخل، ومن بعد صفيتها وشللتها مزيان ودرتها تقطر ودرتها هنايا، ومن بعد نشدها بحال هكا. وانا غادي نقطعها رقيقه، غادي نقطعها رقيقه بالموس. كاين اللي عنده هذيك الماكينه دونك يديرها بالماكينه، انا كنقطعها غير كومسا بيديا بحال هكا، كنديرها بحال هكا كنقطعها غير قطعنا غير بيديا بحال ناس زمان، انا قديمه شويه. انا حتى قزبور ومعدنوس هذا كنقطعو غير بيديا، كنفضل نقطعو هكا بيديا احسن من هاديك احسن من الماكينه. المهم بحال هكا غادي نستمر بحال هكا حتى نقطع هاد الكميه كامله اللي عندي. ودابا من بعد ما قطعتها كامله بحال هكا درتها انا في هذا ديال البخار، غادي نطيبها على البخار. غادي ندير عليها الملحه ديال الملحه، غادي ندير الملحه، وغادي ندير الثومه. انا ما عنديش الثومه، بقاو لي غير هادو دونك غادي ندير هادو، غادي تفوروا معاها. انتوما ديروا الثومه بزايد، ديروا شي 5 ولا 6 ديال الدروسه. انا من بعد غادي ندير غير الثومه ديال الغبره. من بعد غادي نديرها كومسا وغادي نديرها تفور، وغادي نشعل عليها وغادي نخليها تفور، غادي نخليها هكا نفورها، ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نديرها ملي تفور. ودابا من بعد ما تفورات درتها هكا في المقلاة ديالي مقلاة، وغادي نضيف عليها قزبر ومعدنوس اللي قطعته رقيق، وغادي ندير 2 معالق ديال صغار ديال الفلفله حمراء ولا تحميره، معلقه ونص ديال الكمون. درت انا معلقه هنايا ديال الثومه غبره لحقاش انا الثومه ما عنديش دروسه، وهنايا نص معلقه ديال الابزار. غادي نشد كلشي غادي نديرو بسم الله. غادي ندير زيت البلديه، زيت البلديه نسيت ما قلتها لكم، ندير شي 2 معالق كبار ولا شي 4 معالق هكا كبارين، وهادي نديرها على العافيه مهيله ومع التحرك حتى تنشف وما يبقاش فيها داك الماء ديالها كامل. ونمشي نديرها على النار ونتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الرجله من بعد ما طابت. قبل ما تطيب انا قطعت الليمون مصير وقطعته فيها، و كاين اللي كيدير لها الهريسه، انا بالنسبه لي اللي ما درتش الهريسه على قبل الدراري الصغار، اما بالهريسه هي كتجي زوينه. انا كنخليها حتى ملي كنكون ناكل كنزيدها غير ليلي انا، والدراري ما كيبغيوش الهريسه كنخليها هكاك بلا هريسه.
وكان هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى يكون عجبكم ونتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجة. الى عجبكم الفيديو ضغطوا لايك، واللي ما مشتركش يدير اشتراك، وشكرا والسلام عليكم. فيديو قادم ان شاء الله.